كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بغينا نعمل واحد كاسينغ اللي نبدل ماشي بحال اللي كيعملوا بزاف، وهادشي يكون في شرف واحد الجمعية إشراقة قلب اللي هما على حساب ديكشي تولد الصبغي. أنا عملوا الشرف ديالهم، جيبنا فنانة كبيرة ديالنا هدى سعد ونجا سرجوي، وجيبنا معنا حتى فنانة صغارين باش نعاونوا ليجون ديالنا بحال أيمن بن عمار وإنصاف الطيبي. ويكونوا معنا بزاف ديال ضيوف الشرف بحال ربيع القاطي، زينب العبيد، فرح فرابيان. واليوم عندنا كاسينغ نعملوا على حساب لي مانكا اللي غادي يشاركوا معنا باش نعطيو فرصة لكل شيء باش يشارك معنا. أنا تايق في الخدمة ديالي وفي ليكيب ديالنا والجمعية، حنا ماشي الأهداف ديالنا ربح ولا شي حاجة، خصنا نعاونوا الشباب ديالنا. حتى أنا شاب وخصني نعاون الشباب ديالي، يعني ما كنظنش يكون خسر إن شاء الله. بالنسبه للايفينمون هو اصلا سي ان فاشن دي، يعني شي حاجه اللي جديده في طنجه. ديما كنسمعوا بالقفطان، مي دابا غادي يكون شي حاجه فيها البري ابورتي، شي حاجه اللي فيها لي جون بزاف، و سي ان بليزير بور نو نديروا شي حاجه جديده سور سور لا فيل طنجه. ان فيت حيت انا مع التنظيم وليدي كانت اننا نبدلوا شويه، ماشي هو سي فغي القفطان عنده الحضور ديالو، بغينا نبدلوا شويه نديروا ان فاشن دي اللي يكون فيه كل شيء، القفطان بري ابورتي، لي روب، tout ce qui est fashion. Les critères pour sélectionner les mannequins, on voit qu'il y a une taille, qu'il y a une loise, qu'il y a la présence sur la scène, qu'il y a une façon de travailler avec la mannequin, parce que c'est juste pour marcher sur le podium, mais il faut présenter le produit de la styliste. Il faut avoir une meilleure image, parce que en fait, l'objectif du défilé, c'est pour vendre les pièces, le designer. Du coup, on a la fille qui sait présenter le produit. Les mannequins, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il y a les critères de taille, داكشي كاين الحمد لله، ان شاء الله نلقاو على شنو كنقلبوا، وما نتحشموش وما يكونش اخر ايفينمون. اشاك فوا ان شاء الله نضموا بزاف ديال الحاجات ماشي غير هادشي، واللي زوين انهم دي جون اللي مورغانيزين هادشي وعارفين شنو كاين في لو مارشي. كاستينغ في المستوى صراحة الله شي حاجة توب. احنا بدنا جينا نكتشفوا شنو كاين، شفنا لافيش فيها المغنية الكبيرة هدى سعد، وكنتمنى تكون شي حاجة في المستوى ان شاء الله. كنظن جد الحكم ان شاء الله غيكون رأي ديالهم ايجابي، على حسب انا ديجا في هاد الدومين نقول لك دابا شي عامين هيدا، وان شاء الله كلشي في يد الله. مزيان دوزنا كاستينغ اليوم ديال ديفيلي لا مود، وان شاء الله يكون خير. طبيعة الحال كتشوف ناس ديجا عندها اكسبيريونس في الدومين، ولكن بيان سور اكيد راه كتكون حتى البصمه ديالك حاضره، وان شاء الله يكون خير. الناس الحمد لله كان اقبال على الكاستينغ، ونتمنى خير ان شاء الله.